الجزائرية إلى طريق السيارة بطرق السيارة على مسافة 5500 كيلو. وهذا المقطع الأخير من طريق السيارة على مسافة. هنيئا لسكان هذه المنطقة وللجزائر على هذا الإنجاز الذي يعني تم بالرغم من كل العراقيل والتعقيدات والتي أتمنى أن نستفيد منها وأن نستخلص العبر خاصة بالنسبة لأجل إنجاز أن تكون هناك استراتيجية صيانة آلية وهذا الدور الذي هو مربوط بهذه دور الصيانة التي أنجزتموها حاليا ونتمنى أن تكون مفعلة حتى نحافظ على بيزة هذه الطرق. وما نسيتم ذكره هو أن شبكة الطرق في الجزائر تتعدى 141 ألف كيلومتر شبكة الطرق منها 9000 كيلومتر من طرق السيارة 8860 يعني أظن من الطرق السريعة يعني لو مقارنة بالدول الجوار فدول الأربعة المحيطة بنا يعني لا تتعدى يعني شبكة الطرقات 100,000 كيلومتر يعني لكم أن تتصوروا الفرق الشاسع الموجود بين شبكة الطرقات في الجزائر 141,600 كيلومتر أظن صح لي سي الوزير و 9,000 من طرق سيارة يعني بالمعايير الدولية يجب يعني التذكير بها في كل مرة والتذكير بالمجهودات التنموية التي تبذلها الدولة الجزائرية ونحن ماضون بتجسيد برنامج السيد رئيس الجمهورية في يعني الشق القطر الوطني جنوبا بالسكة الحديدية وكذلك الهضاب العليا بالطريق السريع الجديد إن شاء الله رب العالمين.